معلنك الصوماليات فسح بوه هلاي لكن واحد فسح نفسي سن مهلا الحقوق ديسا إيوه مركي لقطتكو إن رجع دنياشا بهل واحد برشاد المسؤولية دهية إن أي حفلة دلت ديقو لحد الله هوتيل الله كريو إنتا كوما فيلنا معلنك الصوماليات وحرب هالكن إن أنتهنيت أمريو بهوي إنتا واحد برشادة مالين توين مالين تمعلن كأدون كصومالي معلن كأدون كصوماليات أما مالين توين معلم كأدون ك مالين تاس ومالين قيمة له رمتي وحن ربعنا مركب بربر دقير إن المركب ركوس مهيو معلن كو ومحيور تمعلم معلم وصانع المستقبل وقفك لسة جيل مستقبل كي لسة وجددي يا هدف كنا وحوايا إن لصوص هلو إخراج عضو صالح في المجتمع والوطن والدين قف كهبون مجتمعا هل بيجيسا سيدا وكره وقاد لها لنا وطن كيسا إنو قد لسا وحكاق قيب قاتل اسمها وطنك إنو نقض قف وناكسا وصوب حدال كيسا داد كيسا إيا دين تبا هدفك وحبرشاد وامدكاس إن لصوص هلو قف أما جيل كدنا هنا يا كدنا قنا يا دل كذا دت كذا يدين تهذا معلم وح معلم نقدناه محمد بجوهري عليه الصلاة والسلام أنت كدم بيسي براياش وضدس وحي هيان وظيفة نبي محمد عليه الصلاة والسلام وإن لا أه إن لا بتباديه بلشو وضن لكن يتقاله يضل أهم إن لو بتباديه وحان مركا راينا أنا وكسو الله أبانا هيا قضب كاس أن كفو غانينين إنا نسبر بردقة معلمك الدونك إيا معلمك الصوماليات مانت معلمك الصوماليات عقبادة أدك بوكو شقايا ورنتي لطابن كرو وحاكم مدقى معلمك الصوماليات جوب سكورة ماله وقت قدونا يالسكر رخصايا وقت قدونا نوالا قاتا أيضا اللوغة فايديسان يا دروفتا وكتشرة دلق بينما معلمك أدونك قفكو سيدي بير حقوق دي سنو كما وايكرا لما نرخصين كرا معلمك أدونك وحقوق دوان يهي معلمك الصوماليات حقوق تشوكتو هلا معلمك أدونك حقوق دي سو ميل بيسارن تايوا تشوكتو لكن معلمك الصوماليات مالها حقوق تشوكتا أم مالها سيداسو كالي معلمك الصوماليات وحقوق الدوين يهي معلمك أدونك مشارياري حقوق ده أوقاته ما صدح ميلو أفر ميلو مركي اللوت ديغو حال ميلا مدنة معلمك أدونك معلمك الصوماليات حقوق ده أوقاته وكم مشارياري يهي وحكينا هي أرهما بضان سيداسو كالي معلمك الصوماليات كما هايستو احترامك يقدرينتا أو هايستو معلمك أدونك كما يستبل شدهان إيا دانياشا بعض وحبرشاد الصوماليات سيدا مسؤولين تا بعض وحبرشاد أكره قضبة داس وقضبة ذي كل دوينهين معلمك الصوماليات يوم معلمك أدونك وحن ربائنا أنساس أكره أن حصو ما أنت كويلة باتنك أكتوبر ومعلمك أدونك لقى حصايو معلمك فلسطين كنول وحو كتيرا يا أرضي ما أنت تشوغ فلسطين وحي كتيران هجر دامين لباتو عقبد وين أو كهيستة دولة إسرائيل إدريس كوا وضد أهان أقو ماذا يا بحان وحبرشانا قوبي وحبرشادة دقينا يا مركا وان لقيب سنين مروكتا هنتي معلمين تا فلسطين كنولنا مروكتا لقيب سنين إيو لباتة ما أنت كهيستة دولة شاقانيس إسرائيل أما يهود سيدا سوكالي وحا لنتي dad lagu tilmaamo 3000 oo arday ya falastiin ku dhimatay duqeynta hada ka socota gaza marka iyagana waxaan leenahay walaalahaano aan la qaybsanayno baaqda waxbarashada burburtay iyo dhibaatooyinka macallimiinta haysta waxaan rabaa markii inaan u gudbo maxaa xal macallinka Soomaaliyeed isagoo dhibaatada ku nool maxaa xal waxa xal ururka macallimiinta Soomaaliyeed in la xoojiyo
waxaa ku jirta ururka macallimiinta Soomaaliyeed 184 macallin oo bare waxaa ku jira khubaro waxaa ku jira dad baad wax barashada magac iyo miisaan culus ku leh laakiin macallimiintu ma midaysana ma laha isku xir guud ururka kuma wada jiraan sidaa darteed waxaan dhihi lahaa xal waxa idin si aad xuquuqdiinno joogta u heshaan haday tahay mas'uuliyiinta wadanka iyo haday tahay bulshada aad la nooshiinba ururka macallimiinta Soomaaliyeed gala oo ay hadda ku jiraan 184 macallin sidaas oo kale waxa xal u ah in macallinka Soomaaliyeed la helo macnawiyadkiisa maadiin iyo macnawiyad in la dhiso waa xal hayaa macallinka Soomaaliyeed 198 wuxuu shaqeeyaa bareefad public oo ma shaqeeyo marka job security ma laha ninkan bareefadka uu shaqeynayo iska tag macallin kale intaan ku qaadanaya kaliya ku filan taasaa ka adag marka macallinka Soomaaliyeed si yani adduunka macallinka Soomaaliyeed uu macallinka adduunka oo la tartamo waa in la helo xafiis فعال أو شقينا أو أر معلم أو وحا كم مقن معلم كصوماليد وكيني كرا كوي الله باتنك نوفمبر والله قبتا مناسبات بالله قبتا حدا با مناسبات كو وحا كاي والله فصحي بعض وحا برشاد معلم كصوماليد فصح بوه هلي لكن وح فصح نافسي سن مهلا أو حقوق ديسا إيو مركي اللي قطتغو إن رجا دانياشا بعض وح برشاد مسؤولية دهاية inay xafalada la dhigo la hadlo hoteelo la kireeyo inta kuma filna macallinka Soomaaliyeed macallinka Soomaaliyeed waxaan ku tanin lahaa yaani waa la qabtaa xafaladahaas faayisay xafaladahaas waa la qabtaa waan ku maasantay su'aashaadi weydiisay waa su'aal sax aqli iyo mandiqaan u sax laakiin waxaan kaaga jawaabayaa waa la qabtaa laakiin wax ugu filan macallinka Soomaaliyeed ma ah macallinka Soomaaliyeed xuquuqdiisa ma qan xaflad la qabto ma ما كفلنا